مشاهدينا الكرام، الآن ننتقل إلى هذا المؤتمر الصحفي الذي تعرض فيه آخر التطورات بالنسبة لمباحثات سد النهضة الأثيوبي. إلى هنالك. الله تعالى وبركاته. في البداية بنشكر منبرسونا وبنشكر الإخوة الصحفيين لمتابعتهم اللصيغة لملف سد النهضة، وكما نعلم هو من الملفات الهامة جدا، ليس في السودان فحسب وإنما في كل الإقليم. إصغاطاته ربما تتعدى حدود الإقليم أو حدود الدول الثلاثة، إثيوبيا ومصر والسودان. وأبدأ بشكر الإخوة المفاوضين بقيادة وزير الري والموارد المائية في كل من جمهورية مصر وجمهورية إثيوبيا في استجابتهم لمبادرة الدكتور عبد الله حمدوك بمواصلة التفاوض. كما نعلم جميعا بدأ هذا التفاوض منذ 2011 و2013، ومرورا بتوقيع إعلان المبادئ حول سد النهضة في 2015، وأيضا اللجنة البحثية في أواسط 2018، وأخيرا في 2019 منذ نوفمبر 2019 تكملت بجولة مسار واشنطن. في مسار واشنطن تواصلت الاجتماعات أو المفاوضات بين الدول الثلاثة بوجود الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي كمراقبين، وتم عقد 5 اجتماعات في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا و6 اجتماعات في واشنطن. آخر اجتماع كان فيه الدول الثلاثة كان هو في أواسط فبراير 2020، 12-13 فبراير، وده تم التوافق عليه قضايا كثيرة جدا في السودان نجملها حوالي 80 إلى 90%، وتبقت حوالي 10 إلى 20%. وكانت مبادرة السيد رئيس وزراء السودان دكتور عبد الله حمدوك في مارس الماضي في ضرورة الرجوع الدول الثلاثة لمائدة المفاوضات لتكملة المتبقي من القضايا العالقة. وفعلا تمت اجتماعات إسفيرية بين رئيس وزراء السودان ورئيس وزراء مصر، وأيضا مع رئيس وزراء إثيوبيا، وتم الاتفاق على توجيه وزراء المياه في الدول الثلاثة لمواصلة التفاوض. وبالفعل بعدها كانت هنالك مفاوضات ثنائية وفق هذه المبادرة بين السودان وإثيوبيا 3 اجتماعات، وأيضا بين السودان ومصر 3 اجتماعات تكللت ببداية التفاوض الثلاثي في يوم الثلاثاء الماضي في 9 يونيو بوجود مراقبين تمت دعوتهم بواسطة السيد رئيس الوزراء من جنوب أفريقيا ومن الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة الأمريكية. أحب أن أنوه، على الرغم من أن السودان كان هو المبادر لهذه الجولة من المفاوضات، لكن كان طرف أصيل في التفاوض باعتبار أن السودان هو الدولة الأكثر تأثرا من سد النهضة، باعتبار أن سد النهضة يبعد من الحدود السودانية حوالي 15 كيلومتر. لذلك دور السودان في هذه المفاوضات كان مشارك كطرف أصيل، على الرغم من المبادرات المتعددة اللي كان بيقدمها كحلول توافقية لبعض النقاط العارضة. موقف السودان من البداية إلى الآن بيتبني على مبدأ أساسي في القانون الدولي، هو حق الدول المتشاطئة، الدول التي تتشارك الأنهار، حق جميع الدول في الاستخدام المنصف والمعقول للمياه، ولكن من غير إحداث ضرر ذو الشأن على الآخرين. لذلك كان السودان منذ البداية دعم سد النهضة في إثيوبيا باعتبار أنه حق إثيوبيا في تنمية إثيوبيا وتوليد الكهرباء للشعب الإثيوبي، لكن كان رأي السودان أن يتم ذلك وفق قواعد القانون الدولي وهي من غير إحداث ضرر ذو شأن الآخرين. لذلك كانت مشاركة السودان إيجابية خلال طيلة هذه السنوات في إيجاد الحلول والمخارج. اليوم تم اكتمال الاجتماع السابع
في التفاوضات الثلاثية بوجود المراقبين، وكانت الأجواء إيجابية جدا وأخوية بين الدول الثلاثة اللي بتشاركوا نفس النهر. يعني كلمة إننا إخوة نشرب من نفس النهر تسمعها مرارا وتكرارا من كل الإخوة من مصر ومن إثيوبيا، وكانت الروح فيها كثير من التفاؤل رغم تعقيد هذه المسائل. وبصورة مجملة تم التوافق على معظم المسائل الفنية. يمكن أنا أقول إذا ما متفائل كثير ممكن أقول بين 90% إلى 95%، وهي المتعلقة بالملأ الأول في الظروف العادية، في السنين الجافة، في السنين الممتدة الجفاف، أيضا في التشغيل المستمر بعد ملأ سد النهضة، ولكن تبقت بعض النقاط الغليلة الفنية وفي رأيي يمكن التوافق حولها. صح لم تحسن بعد، لكنها ليست من النقاط المعقدة أو الصعبة فيما يلي مثلا التغيرات اليومية للتصرفات، هنالك أرغام. فيما يلي فور إكزامبل مثلا التشغيل المستمر لسد النهضة كيف يكون، فيما يلي مثلا تفاصيل اللجنة الفنية المشتركة من الدول الثلاثة في المستقبل. لكن كان هنالك تباين في وجهات في مواقف الدول فيما يلي الجوانب القانونية، وكما نعلم أي اتفاقية فيها جزء فني وجزء قانوني مكمل لها. الجوانب القانونية أنا ما قانوني، لكن باختصار تتعلق بمدى إلزامية الاتفاقية بعد التوقيع، هنالك تباين واضح في وجهات النظر. النقطة الثانية، هل هي اتفاقية لملء وتشغيل سد النهضة أم اتفاقية خاصة أيضا بتشغيل بتقاسم المياه؟ النقطة الثالثة، ما هي آلية فض النزاعات؟ يعني الاتفاقية ابتدعت طرق ممتازة جدا للتعاون، تبدأ بما يسمى Technical Cooperation Committee، اللجنة الفنية المشتركة، وهي المنوط بها المتابعة لتنفيذ الاتفاق على أرض الواقع. تنفيذ تشغيل سد النهضة هو مسؤولية إثيوبيا، مسؤولية مهندس التشغيل الإثيوبي، لكن هذه اللجنة من الدول الثلاثة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية. بعد اللجنة الفنية هنالك لجنة وزراء المياه من الدول الثلاثة، وبعد ذلك رؤساء الدول. آلية فض النزاعات تتباين في انه ما هي آلية فض النزاعات بعد رؤساء الدول. اقترح السودان بالعودة للقيادة السياسية للتشاور حول النقاط العالقة بالذات في المسائل القانونية ومواصلة التفاوض بأسرع ما تيسر. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. تلفزيون السودان. ابتسام كمال تلفزيون السودان، ذكرت انه في المسائل القانونيه كانت في بعض العثرات يعني، ولكن لم توضح لنا ما هي العثرات في المسائل القانونيه اللي هي كانت في اللجنه الثلاثيه اليوم. السؤال الثاني، هل كان في وسيط مع الدول الثلاث؟ شكرا. خالد عويس، قناة سكاي نيوز عربية. معالي الوزير، إذا تعثرت جهود رؤساء الوزراء في الدول الثلاث أيضا لحل الخلافات القانونية التي أشرتم لها في هذا المؤتمر الصحفي وكذلك في البيان، هل
من السيناريوهات المطروحة سودانيا اللجوء لمجلس الأمن كما لوحت القاهرة بذلك أم لا؟ عبد الباقي الظافر قناة الجزيرة. سيد الوزير، في آخر مؤتمر صحفي كنت تتحدث عن نجاح بنسبة 95%، الآن تراجعت إلى 90% إلى 95%، بمعنى هل الجلسة الماضية لم يحرز فيها تقدم يذكر؟ السؤال الثاني مرتبط بالسؤال الأول، هل الآن بمقدور أثيوبيا أن تبتدر أو تبدأ ملء البحيرة بعد هذه التوافقات المحدودة؟ شكرا جزيلا. قانوني وزول مجاله، انا مهندس. عشان بس نخد الناس في الصوره فيما يختص النقاط العالقه في القضايا القانونيه. اولا كما ذكر السيد الوزير انه حققنا حقيقه في الجوانب الفنيه يعني تقدم كبير جدا في قضايا بتهم السودان أهمية كبيرة جدا، مثل سلامة عمليات السد. ده كانت قضية كبيرة جدا وتوصلنا فيها الدول الثلاثة إلى اتفاق، مثل عملية قضية استكمال الدراسات البيئية والاجتماعية، مثل قضية تبادل البيانات، وهذا الأمر مهم جدا لسلامة سدود السودان وسد الروسيرس. لكن لكي نحمي ونحصن هذه الحقوق التي تمس يعني أشياء بتهم السودان، لابد أن الإطار القانوني اللي نحن بنتفق عليه يحمي هذه المكتسبات، وإلا حتكون هي عبارة عن وعود فقط وبتهدد مصالح وحقوق السودان. السودان منذ بداية بدء التفاوض في مسودة الاتفاقية في يناير كان موقفه انه نحن بنفاوض في اتفاقيه ملزمه قانونيه قانونا لكل الاطراف. وتم الاتفاق على هذا الامر في يناير، وكان هذا هو مسار التفاوض حتى فبراير، ولكن في هذه الجوله تراجعت اثيوبيا وهي قدمت مقترح بانه يكون قواعد استرشاديه فقط. هذه القواعد يمكن تعديلها في بعض الجوانب حتى بصورة أحادية، ويمكن حتى إلغاءها في حالات معينة. السودان بيفتكر أنه ده موقف خطير جدا جدا لأنه بيهدد هذه القضايا وممكن يحصل تغيير، فلا بد أن يكون الاتفاقية اللي احنا ندخل فيها تكون ملزمة قانونا. ده الجانب الأول من القضايا. في قضيتين ثانيات مهمات اللي هي زي كما ذكر السيد الوزير، هي قضية علاقة هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الأخرى اللي بتخص النيل بما فيها اتفاقية مياه النيل. هنالك محاولة لإقحام هذه الاتفاقيات الأخرى في هذه النصوص هذه الاتفاقية، وموقفنا من الأول كان واضح إنه هذه الاتفاقية هي حول عملية ملء وتشغيل سد النهضة فقط، وليس لديها أي علاقة بأي اتفاقات أخرى، بالذات اتفاقيات تقسيم المياه. أيضا هنالك مقترح مقدم من أثيوبيا بأنه لا بد من أنه ندخل في اتفاقية لتقسيم المياه خلال 10 سنوات، ونحن نفتكر أنه هذه الاتفاقية هي ليست المحل السليم لإثارة مثل هذه القضايا. النقطة الأخيرة الدائرة السكورة أو الثالثة كما ذكر السيد الوزير هو آليات فض النزاع في هذه الاتفاقية. أي اتفاقية معقدة زي دي وتحتوي على قضايا فنية وحقوق لدول ثلاثة وفي مجتمعات ومزارعين وسدود، لا بد أن يكون هنالك وسائل أو آليات لحل النزاع يعني تكون فعالة. كما ذكر الوزير كلنا اتفقنا الدول الثلاثة إنه النزاع يجب أن يحل تدريجياً، ابتداء باللجنة الفنية اللي هي مختصين، مرورا بالوزراء، انتهاء برؤساء الدول.
لكن السودان أيضا بيرى أنه إذا لم يتفق رؤساء الدول على حل هذه القضايا لابد أن تكون هنالك وسيلة ملزمة. هنالك عدد من الوسائل الملزمة ممكن نتحدث عنها، مثلا التحكيم أو غيره، لكن لابد أن يكون هنالك وسيلة ملزمة تنهي النزاع حتى لا تتحول الاختلافات في القضايا الفنية إلى خميرة عقلنا وسبب أنه يجعل هذا السد محل النزاع. أخيرا بقول أنه السبب الآخر لإصرار السودان على أن الوسائل تكون ملزمة، تجربة السودان حول الوسائل السياسية في إعلان المبادئ 2015 لم تكن موفقة، وهذا هو واحد من الأسباب اللي أدى إلى تأخير استكمال الدراسات البيئية والاجتماعية. هذه القضايا بنفتكر إنها مهمة، هي في الأساس بنرى إنها هي قضايا بتحتاج إلى دعم سياسي وقرار سياسي من رؤساء الوزراء لذلك رأينا إنه نحيل هذا الأمر إلى مستوى أعلى لحلها. شكرا. شكرا أستاذ هشام عبد الله كاهن. الناس اللي بيسألوا من الاسم يعني هشام عبد الله كاهن سيد الوزير. أيوة. السؤال الثاني من تلفزيون السودان، هل المراقبين الثلاثة كانوا وسطاء؟ لا أبدا، كانوا مراقبين فقط، يعني هم حضور في كل الجلسات، يعني في جلسات كانت تستمر إلى منتصف الليل، كانوا حضور في كل الجلسات لكن كمراقبين وليس كوسطاء. السؤال سكاي نيوز، رؤساء الوزراء اللجوء لمجلس الأمن، نحن بنتفائل، خلينا نتوقع إنه إذا توفرت الإرادة السياسية كما قال الأخ هشام في معالجة أو في حلحلة المسائل القانونية، النقاط الثلاثة القانونية العالقة، الاتفاق الفني كما قلت أنا 95% منه تم حسمه، يعني الملئ في السنين العادية، الملئ في سنة جافة واحدة، سنين متعددة بتاع الجفاف، حتى التشغيل المستمر تبقى منه القليل. لذلك نعمل أن تتوفر الإرادة السياسية من رؤساء الدول في البلدان الثلاثة ويتم ونرجع، يعني نحن لما طلعنا من الاجتماع قلنا نحن نأمل في العودة بأسرع ما تيسر. 90% إلى 95% نعم هنالك تقدم، يعني من أول أمس افتكر كان عندنا المؤتمر الصحفي إلى الآن هنالك تقدم، لكن تفاصيل يعني في تحديد الأرقام، يعني كان في اتفاق في الكونسبت نعم، لكن الآن تحديد الأرقام، يعني ما هو الحد الأدنى للتصرفات التي تمر عبر السد، إذا كانت سنة واحدة جافة، إذا كانت 4 سنوات، فدي يعني دي ما هو التصرف، يعني أرقام مثلا كانت 500 متر مكعب في الثانية اللي هو بيسموه التصرف البيئي، الآن تم الاتفاق حول 300. ف يعني أنا في رأيي 90-95% نعم نسبة متفائلة، لكن أنا مصير على التفاؤل بمعنى إنه النقاط العالقة مقدور عليها من 100%. السؤال الأخير، ملأ البحيرة. أيوه هذا سؤال مهم جدا يا جماعة. السودان كما أوضح في خطابه لمجلس السلام في إنه سد الروسيرس يبتعد حوالي 100 كيلومتر فقط من سد النهضة، لكن بحيرة سد الروسيرس تمتد إلى الحدود السودانية الأسيوبية، بمعنى بحيرة سد الروسيرس تبعد حوالي 15 كيلومتر من سد النهضة. سد النهضة السعة التخزينية 74 مليار تساوي 10 أضعاف أو 12 ضعف السعة التخزينية لسد الروسيرس. ما لم يتم التنسيق تشغيل سد الروسيرس مع سد النهضة هنالك مخاطرة ريسك، هنالك مغامرة كبيرة جدا في تشغيل سد الروسيرس. لذلك السودان يقول بوضوح إنه السودان لا يقبل الملء الأحادي لسد النهضة من غير توقيع اتفاق. طيب بس مهم أذكر إنه الاتفاق على الأرقام تم وفق المبادرة اللي قدمها الوفد السوداني ووافقوا عليها الطرفين، يعني الأرقام اللي حددها السودان والمقترح التقسيم اللي حدده السودان هو اللي تم الموافقة عليه من الطرفين المصري والأثيوبي. دي حاجة مهمة جدا بتوري كيف إنه السودان كان لآخر لحظة مصر إنه الأمور تمشي إلى الأمام. محمد عبد الله، وكالة رمتان للأنباء. السيد الوزير، هل الخطاب الإعلامي والسياسي بين الأطراف هو سبب في تمترس المواقف والوصول إلى اتفاق في هذه الفترة؟
التي عقدتم فيها الاجتماعات المتواصلة المكثفة؟ السؤال الثاني، نحن دارين نقتبس تطمينات للشارع السوداني في تساؤلات كثيرة. هل الجانب القانوني والجانب الفني يحفظ حقوق الشعب السوداني والأجيال المقبلة؟ وشكرا جزيلا. سعد الدين حسن، قناتي العربية والحدث. أنا أود أن أعود للسؤال المتعلق ببدء المل. السودان ومصر طبعا من المعروف تحفظتا على هذه الخطوة، لكن لفك الاشتباك، هل التحفظ هو تحفظ تقني فني أم فقط لأن هذه الخطوة هي أحادية؟ ما هي الإشكالات الفنية تحديدا؟ وهل لمستم أي تراجع أو ربما إمكانية لإثناء أثيوبيا، على الرغم من أن تصريحات الجانب الأثيوبي واضحة وأن هذا الأمر لا رجعة فيه، سيبدأ في يوليو ليس ببعيد، مما يعني أن ما قد يقول قائل ما فائدة التفاوض إن كانت أثيوبيا أصلا ستمضي في الخطوة الأولى. السؤال الثاني متعلق بالجوانب القانونية أيضا، يعني نود أيضا أن نفك الاشتباك ما بين مصر التي ترى أن تعود إلى اتفاقية حصص المياه وأثيوبيا التي لا تعترف بهذه الاتفاقية وتتمسك باتفاقية المبادئ التي أقرت فيها مصر وكذلك الخرطوم من حيث المبدأ بالموافقة على إنشاء السد. شكرا جزيلا. عبد الباقي العوض من قناة الحرة. سيد الوزير، في ترتيبات السد العالي كان السودان حصل على 18.5 من عشرة تقريبا مليار متر مكعب. كم حصل في ترتيبات سد النهضة؟ يعني بنفاوض على كم من المياه التي يفترض أن تكون هي حصة السودان؟ بمعنى آخر، يعني أو بمعنى أشمل، ما الفوائد أو ما الذي تحصل عليه السودان طيلة مشاركته في هذه الجولات من التفاوض فيما يتعلق بمصالحه؟ سؤال آخر، يبدو أن إثيوبيا تستند في موقفها على ما جاء في وثيقة إعلان المبادئ الموقعة في 2015 فيما يتعلق بالبند الخامس أو العاشر أو غيره، التي تشترط ربما موافقة إثيوبيا في كثير من الجوانب حتى التي تتصل بالجوانب القانونية التي تتناقشون بشأنها الآن. إذا كان ذلك كذلك، كيف يمكن الخروج من هذا المأزق؟ شكرا جزيلا. السيد دكتور عبد الله حمدوك في إيقاف التصعيد والعودة بأسرع ما تيسر لمائدة التفاوض الثلاثي، باعتبار أنه ليس هنالك حل لهذا الموضوع غير التفاوض. الجانب القانوني والفني والأجيال القادمة، يعني معنا أجيال قادمة هنا في الوفد التفاوضي، يعني الزول ده صار من يعني ماسكين قوي. المسألة الأساسية أنه السودان وافق على بناء سد النهضة وفق إعلان المبادئ أو قبل إعلان المبادئ كمبدأ أساسي في القانون الدولي لاستخدام المنصف والمعقول من غير أحداث أسد ذو شأن، وواصل في التفاوض منذ ذلك الوقت إلى الآن بنفس هذا المبدأ. هذا فيما يخص الجانب القانوني. فيما يخص الجانب القانوني، يعني حق إثيوبيا في التنمية والتزام السودان بذلك المبدأ القانوني مع عدم إحداث ضرر ذو شأن. عدم إحداث ضرر ذو شأن ده هو ما نتفاوض عليه خلال الثمانية سنين الماضية، في إنه إثيوبيا ممكن تولد كهرباء، ممكن تعمل تنمية، لكن في نفس الوقت ممكن يتم ذلك من غير الإضرار بالسودان ومصر. لذلك تتعدد سنين الملأ الأول، تتعدد يعني إذا حصل جفاف في المستقبل مثلا بعد 30 سنة حصل نفس الجفاف بتاع الثمانينات، يمكن سد النهضة أن يوفر بعض المياه لتوليد الكهرباء لأثيوبيا، وبتوليد الكهرباء يتم جريان مياه إلى السودان ومصر أثناء
أثناء الجفاف. بنفتكر أنه التيم الفني والتيم القانوني الآن وفي السابق مصلحة السودان، لأنه أمر المياه لا يهمنا فقط وإنما كما أسلفت يهم كل الأجيال القادمة، مصلحة السودان ومصلحة الأجيال القادمة هي نمرة واحد، يعني لا تهاون في ذلك. صحيح ما ظهرنا في الإعلام كثير لأنه يعني بنفتكر أنه صح ربما يكون تقصير من السودان، لكن أطمئنك وأطمئن الشعب السوداني في إن الإخوة في التيم التفاوضي ومسنودين بكل مكونات الحكومة في مجلس الوزراء، في المجلس السيادي، في الوزارات، في الوزارات المشاركة، في المراكز البحثية، كلهم بمختلف توجهاتهم هدفهم الأساسي مصلحة السودان التي لا تتعارض مع مصلحة مصر أو مصلحة السيفية. الملأ الأول أسباب فنية فقط. نعم بالنسبة لنا نحن في السودان الأسباب فنية فقط، إنه تشغيل سد الرصيرس كما أسلفت، لا يمكن تشغيل سد الرصيرس بصورة آمنة من غير توقيع اتفاق. الناس اللي اشتغلوا في الخزانات بيعرفوا الحاجة دي. يعني تخيل إنك أنت شغال بتفتح وتقفل أبواب سد الرصيرس، ما عارف بيحصل شنو في من سد كبير 10 أضعاف. لذلك كان إصرار السودان لابد من توقيع اتفاق قبل البدء في الملأ الأول. القانون هشام برضو في سؤال عن اتفاقية 59 وشيء هي تذكره؟ إنه فك الاشتباك. نتكلم عن مصر تطلب إنه لازم المسألة خصوصا لا هي مصر الموقف موقف مصر والسودان إنه هذه الاتفاقية قيد التفاوض هي اتفاقية لملء وتشغيل سد النهضة، لذلك يجب أن لا يتم إقحام أي اتفاقيات أخرى في هذه الاتفاقية، سواء كانت اتفاقية 59 ولا سواء كانت اتفاقيات أخرى. ده الموقف. هذا يعني عن الحصص القديمة في الاتفاقية 55؟ طبعا لم نناقش أصلا هذه، في خلال هذه المفاوضات لم أساسا يفتح باب الحصص، لأنه هذا كان موقف مبدئي من كل الدول، إنه حتى إثيوبيا بالمناسبة لا تريد أن تجعل هذه الاتفاقية اتفاقية حصص، فلم يحدث أبدا في نقاش حول الحصص ولا تقاسم المياه. لذلك استنادا إلى مرفوض أي أهم شيء يسووه إنه يتم الإشارة داخل المسودة إنه إثيوبيا لا تعترف باتفاقية 1905، أو الأطراف يلزم الأطراف أنهم يدخلوا في اتفاقية تقاسم مياه بعد 10 سنوات. كل هذه الأشياء نحن بنفتكرها يعني غير مرتبطة بالتفاوض. في كان سؤال حول أنه إثيوبيا عندها الحق تعدل الاتفاقية وفقا للمادة 5 من إعلان المبادئ، طبعا هو غير صحيح، لأن المادة 5 في إعلان المبادئ بتدي إثيوبيا كمشغل للخزان الحق في أنها تعدل يعني بعض الأشياء البسيطة في عمليات التشغيل اللي اتفقنا عليها، زي ما قال البروفيسور ياسر إنه كمهندسي الخزانات مفروض يكون عندهم الحرية إنهم يعالجوا القضايا اليومية، فيعني الحاجات البسيطة ممكن، لكن هذا لا يعطي الحق إنك هذه المادة التي ذكرتها لا تعطي الحق إنه تعديل كل نصوص الاتفاقية أو جعلها لاغية إن لم يتفق السودان ومصر على هذا وذاك وهكذا. فهذا يعني ده التوضيح فيما يختص بقضية إعلان المبادئ. شكرا. الجواب بتاع السؤال بتاع هل تقسيم مياه 18 جاسر على حصة السودان؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. في سؤال عن حصة السودان، كما أشار الأخ هشام، هذه المفاوضات لم تتطرق على الإطلاق على موضوع حصص المياه. هذا يعني أن حقوق السودان في مياه النيل ظلت وإن شاء الله حتظل كما هي، إذا كان ما زادت، يعني لأنه في مشاريع لزيادة إيراد مياه النيل. لما تطرق على الإطلاق عن حصص، هناك في محاولات لإقحام